يعني رح نضل بوحي المكان زينب، وننتقل لمحطتنا التالية اللي رح نسلط فيها الضوء على أنشطة المديرية العامة للآثار والمتاحف خلال العام الحالي، والحدث الأبرز أكيد بتحديث موقع المديرية عشان يتمكن الزائر أنه يوصل لكافة المعلومات. للحديث أيضا بشكل موسع حول هذا الموضوع ضمن فقرتنا معنا الدكتور محمود حمود مدير المديرية العامة للآثار والمتاحف. يسعد صباحك دكتور. أسعد الله صباحكم وأهلا بكم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. يعني نحن قاعدين بمكان يعتبر أيضا من علامات الثقافة والحضارة السورية، كثير نشاطات قمتوا فيها بمديرية الآثار والمتاحف بمختلف المحافظات السورية، خلينا نحكي شوي عن هاي الأنشطة. حقيقة طبعا ثانية أرحب بكم في رحاب المتحف الوطني بدمشق الذي يحوي أهم مقتنيات الثقافة الإنسانية والتراث الإنساني، ولذلك كان يعني كعبة للسياح من كل أنحاء العالم كانوا يأمونه قبل الحرب، وإن شاء الله خلال يعني ما بعد الأزمة إن شاء الله سيعود النشاط إلى هذا المتحف الرائد. نشاطاتنا لم تتوقف، كثيرة جدا حتى خلال أزمة الكورونا وهذه الجائحة لم تتوقف المديرية العامة عن أنشطتها، سواء في أعمال الترميم، سواء في إعداد مشاريع الترميم أيضا القادمة، أيضا في أعمال البحث العلمي وأعمال تطوير الموقع، موقع المديرية العامة للآثار والمتاحف، لتعرض من خلاله تراث هذا البلد، التراث الإنساني، المواقع الأثرية، المتاحف بمحتوياتها ومقتنياتها الأثرية لتكون متاحة للزوار في كل أنحاء العالم وبأكثر من لغة. يعني أطلقنا المتحف الافتراضي وقريبا جدا إن شاء الله سيكون بوسع، يعني على الأكثر 3 أسابيع من الآن بوسع أي إنسان في العالم متابعة يعني الدخول إلى هذا الموقع والاطلاع على تراث هذا البلد، على المواقع الأثرية في كل مكان في كل المحافظات، وعلى المتاحف والقطع الأثرية الموجودة فيها. يعني أحيانا هناك مرفقات صور فيديو وأيضا صور ثابتة لهذه القطع الأثرية ومعلومات يعني مقتضبة عن المواقع وعن القطع الأثرية، وأيضا سيتم نشر يعني الكتب الصادرة عن المديرية العامة والمنشورات المختلفة على بصيغة PDF أيضا للباحثين والمطلعين والمهتمين. أنشطتنا يعني كما قلت لم تتوقف في أعمال الترميم، تقوم المديرية بترميم قلعة دمشق لفتحها للزوار، كان من المفترض أن تفتتح بإيار ولكن بسبب هذه الجائحة تأخر العمل بعض الشيء، سيتم افتتاح مسار للسياح وللزوار لقلعة دمشق لتفتتح لأول مرة لكل من يرغب في زيارة هذا الصرح وهذه الآبدة الحضارية المهمة والمميزة على مستوى العالم، لأنها القلعة الوحيدة التي بنيت على أرض منبسطة ويعني أيضا لها تاريخ حافل ومجيد. لدينا الكثير حقيقة من الأنشطة، لدينا أعمال تنقيب في هذه اللحظات، لدينا بعثة تنقيب تعمل في رأس ابن هاني، بعثة تنقيب وطنية في على الساحل السوري، وأيضا لدينا بعثة تنقيب طارئ في إسرية، معبد إسرية في الطريق إلى يعني من السلمية إلى خناصر إلى حلب، هذا المعبد الجميل بالقرب منه هناك بعض المكتشفات، أيضا تعمل الآن بعثة من دائرة أسهر حماة في تنقيب هذا الموقع، ولدينا الكثير من الأنشطة وأيضا الإصدارات وأيضا يعني الأبحاث ولا يتسع الوقت للحديث عنها أكيد. والاستفادة بها أكيد دكتور. يعني مثل ما ذكرت على الأنشطة اللي حضرتكم عم بتقوموا فيها، وخاصة أهم نشاط بفترة كورونا وهو تعزيز وتحديث الموقع لموقع المديرية ليوصل لأكبر شريحة ممكنة، ما عم تقدر تشوف معالم هذا البلد الجميل، ومثل ما بنعرف سوريا الحضارة غنية بآثارها، كانت مقصد للسياح من قبل الحرب، خلينا نقول لا يزوروا تدمر بصرة،
وكل هيدا المناطق اللي نحن بنفتخر فيها وبحضارتها، كيف ملاقي خلينا نقول العدد على الموقع، تسجيل الأشخاص دخولهم لهذا الموقع بعد التحديث والتعزيز؟ حقيقة يعني منذ إنشاء الموقع المتابعون بالملايين، ولكن الآن نحن قيد التحديث. نعم. لم يوضع يعني لا زال قيد الإنجاز، يعني يحتاج إلى أيام معدودة لكي نجزه، ونتوقع يعني متابعة، يعني العالم يعرف قيمة هذا البلد وتراث هذا البلد وثقافته، لذلك يتابعنا. نعم. بشكل كبير، و رغم يعني لذلك حرصنا على ان يكون الموقع باكثر من لغه. سنبدا في اللغه الانجليزيه وبعدها في اللغات الاخرى لنصل الى اكبر قدر ممكن من الناس. الناس تتابع يعني النشاط الثقافي في كل انحاء العالم، وهناك يعني النشاط الثقافي دائما يريح القارئ اينما كان، وهو متنفس للقارئ من كل الضغوط التي يمكن المعيشية التي يمكن أن يتعرض لها داخل وخارج البلد وفي كل مكان من العالم. فبالتالي أيضا استغلينا يعني هذه الجائحة لكي ننطلق بهذا الموقع ونصل إلى الناس. لا تستطيع الناس زيارة متاحفنا، لا تستطيع يعني القدوم، يعني توقفت يعني السياحة بين البلدان والزيارة والنقل، وبالتالي نحن سنصل إليهم أيضا إن شاء الله. ويعني أتوقع أن يكون هناك أعداد، أن تتضاعف الأعداد وهي بالملايين. أكيد إن شاء الله يا رب. دكتور خلينا نحكي شوي، السياحة بسوريا هي كمان مدخل اقتصادي لكثير من القطاعات خلينا نقول، وخاصة التجهيزات اللي عم تقوموا فيها. وسوريا غنية بكثير من المناظر الطبيعية، إن كانت بالساحل السوري، بحلب، بدمشق، في كثير عنا يمكن مناظر طبيعية جميلة. اليوم هل في من مشاريع قادمة لاستغلال هالمناطق الطبيعية؟ يعني دائما لما نمر من أي منطقة بنقول أوروبا ما عم نشوف مثلها مثلا، أو ممكن يكون فيها آثار لكن ما أنا مخدمة مثلا. صحيح. فخلينا نحكي عن هذا، هل في مشاريع، هل اقترحتوا لشيء معين للاستفادة وتشجيع السياحة فيها؟ حقيقة كما تعلمون أن مورد أو حصة السياحة من الدخل الوطني وصلت إلى 18% قبل الحرب، ونأمل إن شاء الله أن تكون في المستقبل أكثر بكثير، لأنها يعني رافد مهم جدا للاقتصاد الوطني ورافعة للاقتصاد الوطني، وسيما أننا أهم ما نملكه من يعني من مقومات. نعم. وموارد في هذا البلد الحبيب، وهو يعني معين لا ينضب. هذه الموارد لا يمكن أن تنضب، ليست حقل نفط أو معدن معين، يعني السياحة والثقافة التي يعني توجد في هذا البلد يعني هي رافد دائم للحياة المعيشية للناس والاقتصاد الوطني، وهي محترمة على مستوى العالم ويقدرها العالم. لذلك كان لدينا مئات البعثات الأثرية التي جاءت من كل أنحاء العالم، من اليابان وأستراليا شرقا إلى الولايات المتحدة غربا وأوروبا، تنقب عن حضارة هذا البلد المهمة جدا، وهي حضارة إنسانية. السياحة يعني تعمل، ونعمل بالتنسيق مع السياحة لتطوير وخدمة المواقع الأثرية وتخديمها. نعم. ويعني الارتقاء بها. نعم. وهناك الكثير من المشاريع المشتركة بيننا وبين السياحة، وكان هناك معارض دائمة للمواقع الأثرية لتعرض على الاستثمار، بعضها يعني لزم. نعم. وبعضها ما زال ينتظر. نعم. دكتور سؤال كثير مهم، يمكن دائما نحن من غيرتنا على البلد وآثار البلد، مثل ما بنعرف استهداف المجموعات الإرهابية كان لأهم آثار بلدنا ومحاولة تدميرها وتخريبها، ولكن يمكن بجهود وبفضل الجيش العربي السوري قدرنا نحافظ على ما تبقى منا بحيث أنه نحن ما نخرب معالمها. قديش كمان نحن عم نسعى
مو لنرمم، ما فينا نرمم لأنه هي آثار، للحفاظ على ما تبقى من آثارنا. وإذا قدرنا كمان مثل ما عرفنا استردينا من بعض الآثار والأيقونات يلي تم سرقتها ونهبها من قبل المجموعات الإرهابية. خرب الإرهاب والإرهابيون والمحتلون من كل الجنسيات، نعم، خربوا ونهبوا الكثير من أوابدنا ومواقعنا الأثرية ودمروا مدننا ومبانينا التاريخية القديمة. ويعني حقيقة يعني من يطلع على كمية وحجم الذي تم تدميره ونهبه يعني تقشعر له الأبدان للأسف الشديد. وما وقع من حيف وظلم على هذا التراث الثقافي السوري لم يقع على أي تراث في التاريخ، حتى في الحرب العالمية الثانية، ورغم الدمار الكبير الذي أصاب الكثير من المدن، نعم، التاريخية الأوروبية، نعم، لم يقع على ما وقع على مدننا. حاليا ونحن نتحدث في منطقة عفرين والشمال السوري، القوات التركية تقوم بالجرافات بتنقيب وتخريب مواقعنا الأثرية، نعم، ونهبها ونهب محتوياتها من كنوز وتدمير الطبقات الأثرية وما فيها من كنوز علمية ثمينة أيضا. مدن قديمة دمرت، حلب القديمة تدمر على سبيل المثال، جيشنا البطل أعاد الكثير من القطع الأثرية، أعاد ما لا يقل عن 30,000 قطعة أثرية إلى مديرية الآثار، نعم، من المواقع التي تم تحريرها، نعم، من أيدي الإرهاب. دكتور محمود، يعني طول الحديث عن هذا الموضوع بدنا نتشكر وجودك معنا وهالمعلومات القيمة اللي أفدتنا فيها. أكيد حيكون لنا وقفات تانية للحديث عن جمال سوريا وآثار سوريا وكل ما تحمله سوريا من حضارة وأصالة إن شاء الله. شكرا لوجودك معنا دكتور على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها. شكرا لوجودك معنا.